قبل إسلامه كان سيداً من سادة العرب وسيد قبيلة مدلج الكنانية في الجاهلية، وشريفاً من أشراف العرب المرموقين، وواحداً من أصحاب المروءات المعدودين، يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير. هو الصحابي الجليل سراقة بن مالك المدلجي الكناني، سيد بني مدلج المكنى أبا سفيان. خرج مقتفيا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حين هاجر من مكة إلى المدينة طمعا في جائزة قريش وقدرها 100 من الإبل، وكان يومئذ مشركا لم يبزغ نور الهدى في قلبه بعد. وكان بنو مدلج يعرفون بأنهم قفاة العرب وأهل القيافة، فكان الوحيد من أهل الطلب الذين استطاعوا اللحاق بالنبي وأبي بكر الصديق، ودليلهما عبد الله بن أريقظ الليثي الكناني. فلما وصل إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه انغرست قدم فرسه في رمال الصحراء القاحلة، وكان كلما عاود الاقتراب من الرسول ساخت قدم فرسه في الأرض أكثر، ففزع وأدرك أنه هالك. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لينجيه مما فيه على أن يرجع عنهم ويعمي عنهم الطلب، فلم يرد خير الخلق طلبه، ودعا له المولى سبحانه فأنجاه وفرسه. ثم قال له: كيف بك إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه؟ فقال سراقة: كسرى بن هرمز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فضحك متعجبا ومضى في سبيله. وعاد سراقة أدراجه ولم يخبر سادة قريش بمكان الرسول وأبي بكر، وواصل النبي طريقه إلى المدينة المنورة سالما، وشرع في بناء دولة الإسلام بعد سنوات الاستضعاف والاضطهاد في أم القرى. ومرت الأيام ودخل النبي مكة مظفرا، فأقبل عليه سراقة مستبشرا يروي رضي الله عنه قصة إسلامه، فيقول: حتى إذا فتح الله على رسوله مكة وفرغ من حنين والطائف، خرجت ومعي الكتاب لألقاه، فلقيته بالجعرانة، فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار، فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك، ماذا تريد؟ حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزة كأنه جمارة، فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت: يا رسول الله، هذا كتابك لي، وأنا سراقة بن مالك بن جعشم. فقال رسول الله: هذا يوم وفاء وبر، أدنه. وتوالت الانتصارات، ودخل جيش الإسلام فارس والمدائن فاتحين، وحصلوا على الغنائم من كنوز كسرى، وجاءوا بها بين يدي عمر بن الخطاب، فأمر الفاروق بأن يأتوه بسراقة بن مالك، وكان حينها قد طعن في السن وتجاوز 80 من العمر. فلما وقف بين يديه ألبسه عمر سواري كسرى، وقيل أيضا تاجه، وتحقق وعد نبي الحق عليه خير الصلوات.